وهلا حديث البلد مع دوني بيتون. اهلا وسهلا فيك دوني بيتون، ونحن لحتى يتسنى لك تفهم علينا أكثر ويكون حديثنا أوضح رح نحكي معك باللغة الفصحى اللي حضرتك درستها. لو سمحتوا، بس قبل ما نبدأ بدي أسألك، ما رأيك في هؤلاء التلاميذ الثلاثة؟ غير المهابيل الثلاثة. أنا عفوا بدي أقدم على الجنسية إذا في يعمل لي واسطة. أنا مجوز فرنسية. نعم. وصل لي 6 سنين هلا بحق لي اقدم على جنسيه بالفصحى. بدك تحكي بدك الدبل جو. لقد تزوج من فرنسيه ويريد ان يحصل من واسطة على الجنسية. أو احيانا من الاحسن الا افهم. نعم، احيانا من الاحسن الا انا هي فرنسا عارفه من حاطه بلبنان. انا مستعد الى التكلم معهم على شرط ان اتسلم بكرافات هكذا. هذه هذه انها كادو، والكادو لا ينكد. ام بيكابل فرونسي اوكي بقى اوكي هكا كادو الا رسي ان كادو اي تقال شيء كادو الى افار سي تو الى افار كنتون ايم اون بارتاج دونك يبو لا كوبي ان دو سي سا وي سي سا يلا جيب ماس يلا فولي تام او جيري وي جيري ويها هلا لسعاده السفير يلا أحب هذا البرنامج كثير. ونحن نحبك أيضا. امبيكابل الفرنسي يا ميشيل، لاحظته؟ لاحظت هلا طبعا جد. الغازوي كوم لي زوازو ان فرونسي. وي بقى سعادة السفير، إذا قلت اللبناني في باريس بونجور بونجور، بتعرف شو بجاوبك؟ بونجورين بونجورين. دوني بيتون، أنت سفير فرنسا بلبنان من تشرين الأول لـ 2009، وضيفنا الليلة بمناسبة انتهاء ولايتك وعودتك إلى باريس لتسلم منصب المدير المسؤول عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية. يعني ستهتم مجددا بالملف اللبناني والملف السوري؟ طبعا مسؤولياتي المقبلة من المغرب إلى إيران مهمة ثقيلة جدا. الثورات العربية، الوضع في سوريا، النزاع العربي الإسرائيلي، البرنامج النووي الإيراني، كل هذه القضايا ستهمني في المستقبل في الأشهر القادمة. إن شاء الله سأزور لبنان من جديد في مهمتي الجديدة بمرافقة وزيرنا الخارجية المقبل. مثل تعرفون في انتخابات في فرنسا بعد أسبوعين، الذي لا نعرف من هو إلى الآن. لا أعرف من هو. أنا مستعد إلى العمل مع أي وزير خارجية. إلى من ستصوت أنت؟ لا أستطيع أن أعبر نفسي. لا يستطيع أن يكشف أوراقه الآن. أنا أمثل بلدي في الخارج، وعلي أن أكون محايدا ولا استطيع ان اعبر ارائي. هل انت 14 اذار ام 8 اذار في فرنسا؟ 11 11 دوني بيتون، انت مواليد 1956 وعندك 3 اولاد. 56 بعدك شاب، وعندك 3 اولاد من زواجك الاول رافائيل وروما، وهن توام بالاضافه لمارين. وبعد سنة وثلاثة أشهر من قدومك إلى لبنان خسرت زوجتك الثانية مارلا سانشيز بحادثة الطائرة الأثيوبية. أنا بدي أقول أنه ابنة مارلا هي معنا الليلة موجودة معك. يا ميلا موجودة هنا، أهلا وسهلا فيك مع صديقتك كريستيان. جيسبر كو فوز أميوزي بيان أو ليبان.
Et vous êtes très belles toutes les deux. Vous êtes très très belles toutes les deux. Et merci d'être venues au plateau de Hadith El Balad. كيف تعامل معك اللبنانيون بعد حصول هذه الكارثة أو هذه الخسارة؟ بدفء وبكثير من مشاعر الصدقة ووجد هنا كثير من الحرارة وكثير من الصدقة من قبل كل اللبنانيين الرسميين والشعب العادي الناس العاديين الناس العاديين وأنا مبسوط بقيت وأعتقد إنه اللبنانيين أعجبكم بقائي فداء هذه المأساة. نعم. على كل حال أنت من السفراء القلائل الذين بنوا صداقات في لبنان والمحبوبين جدا، واليوم الجميع يعتبر أن تركك للبنان أو مغادرتك للبنان سيكون بمثابة خسارة لهم، ولكنك سترجع بطريقة أخرى مع وزير الخارجية. ولكن هل لي أن أسترجع كرافاتتي؟ أسلمك وسام تمجري الفرنسي وسام العلا كوموندور بالدرجة الأولى هل يجب أن يركع عندما يتسلمه؟ هل يجب أن يركع؟ أو أسخف؟ تفضل يلا احتراما اركع لأنك هو سعادة سفير عمال يعطيك الوسام لازم بدك بس لا هون هون رابط توم جيري وسام امريكي ما هيك؟ هو وسام امريكي لست السفير الامريكي لكنه مدبلج باللغة الفرنسية هذا توم انجيري مدبلج باللغة الفرنسية اوكي مترجم الى الفرنسية توم انجيري دوني بيتون يقال أنه لبنان أدخل الدفء إلى قلبك من جديد وهناك كلام عن ارتباطك بسيدة لبنانية ما مدى صحة هذا الكلام؟ سيسي أجاوب بالفرنسية كما تريد سيسي votre souhait tant mieux les Libanais souhaitent que vous restez en contact avec de n'importe quelle façon la façon qui vous convient. بدون شك سأعود إلى لبنان لأسباب مهنية ولأسباب شخصية. نعم. هي الأخرى وعندي كثير من. هذا بمثابة جواب. عندي كثير من الأصدقاء كثير من الصديقات وطبعاً. لا أريد أن أؤكد أو أنفى شيئاً ولكن باللغة الدبلوماسية عندما لا تنفى تؤكد تؤكد دوني بيتون وظيفة السفير هي بدوام كامل ممكن يمتد حتى الفجر مثل ما حصل معكم مؤخرا بقضية الصحفية الفرنسية إديت بوفيه واللي واكبت وصولها إلى لبنان وتسفيرها إلى فرنسا بعد محاصرتها وإصابتها في سوريا هل تمنيت في تلك اللحظة أو في أي لحظة من اللحظات لو لم تمتهن هذه المهنة لو لم تكن سفيرا ومسؤولا؟ لا كنت مبسوط جدا بنتيجة هذه القضية كان صحفيا فرنسيا كان يقومان بواجبه ما في حمص لاطلاع الرأي العام العالمي للأسف أصيبوا بجروح أصيب بجروح وكنا قلقين جدا ووصولهم إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت كانت نوع من العلاج تحية منا لهم على كل حال
سعادة السفير، ورغم الانشغالات الكثيرة دائما بتلاقي الوقت لترتاح وتسمع الموسيقى اللاتينو أمريكية اللي بتحبها، ومن هواياتك الأخرى الطبخ وخاصة تحضير الحلويات. أي مطبخ بتحبه أكثر، اللبناني أو الفرنسي؟ أوكي، أنا على سؤال محرج في برنامج لبناني أفضل الطبخ الفرنسي. لو كان البرنامج لا فرنسية. لا أستطيع أن أكل العكس، أنا مؤسف بس. أنت سفير لبلدك يعني وزاد ميساجي دوطبي. أنا سفير الطبخ الفرنسي في لبنان. وهل نحن مدعوون لتذوق حلوياتك؟ كوكي سان جاك مثلاً عندي بيت في بريطانيا في الساحل، في كثير من السمك، كثير من الكوكي سان جاك. أوه. أهلا وسهلا، إمتى ما بدكم؟ في فرنسا أم هنا في سفارة؟ بس اتصلوا بي، اتصلوا في قبل ما تيجوا لفرنسا. قبل، مش على الطريقة اللبنانية، على الطريقة الفرنسية، يعني بناء على موعد. دوني بيتون وانترفيو، ماذا لو؟ دوني بيتون، ماذا لو طلب الرئيس الأسد اللجوء السياسي إلى فرنسا؟ إذا وصل لا، هل تقبل؟ في بلدان أخرى في العالم لا نرحبه، لا ترحبون به؟ إن شاء الله توصل على البيت. أماكن إذا في أماكن أخرى يمكن الذهاب. عم بقول إذا وصل على فرنسا من غير شر يعني. إيه، ما عم قلك أنت نشوف إذا رح توصل على البيت الليلة. لا بفتكر على فرنسا. ميشيل مش معنا على فرنسا. وزالي أمني ميشيل أبيك بو كلاجئ سياسي، يريد أن يذهب كلاجئ سياسي. لاجئ سياسي؟ نعم. لأي سبب؟ شو عملت؟ موجوع راسي عم يجوعني. مضطهد. ماذا لو عرفت أنه لم يبقى لك لا سمح الله سوى 24 ساعة من الحياة، كيف تمضيها؟ عفعل الندامة في الفراش؟ في نائم؟ لوحدك؟ تو سول؟ نو، لا لا أبدا. ماذا لو نجحت محاولة اغتيال سمير جعجع؟ ما كان يعني ما الذي كان حصل في لبنان؟ فوضى وكثير من المشاكل بالنسبة لمستقبل القوات اللبنانية. ليس هناك خلف وفي حدود البيئة المنطقية وفي بالنسبة للانتخابات المقبلة مشكلة كبيرة. ماذا لو ربحت ماري لوبين واليمين المتطرف الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة؟ أستقيل فوراً من وزارة الخارجية. لهذه الدرجة؟ لا أريد أن أمثل بلداً في متطرفاً برئيسة هكذا. ماذا لو قررت مصر فسخ اتفاقية السلام مع إسرائيل؟ للأسف غير تقدم للسلام. سيكون لدي إعادة بناية علاقات جيدة بين البلدين مجاورين. هل تعتقد بأن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل قدمت خدمة للسلام بشكل عام؟ لا أعرف في هذا الوقت تقدم، ولكن نعم. أعتقد من الأحسن حفاظ على هذه العلاقات بين هذين البلدين. ماذا لو اكتشفت فرنسا أن إسرائيل هي من كانت وراء أحد الاغتيالات في لبنان؟ هل قد تعلن ذلك؟ نعم، ستعلن ذلك. دوني بيتون، قد تعرفت في الخارج إلى ساندرين لا لا جون في افيك لو كاسك؟ وي بيان سور، وي جو لا فوا. Elle est là, elle est toute prête à vous chercher les cartes. Elle est toute prête à vous chercher les cartes. Sandrine. Je suis
سوفيا ايضا. سوف اطلب منك ان تقرا الجمله المكتوبه على الكارت. لازم في كاميرا؟ في كاميرا. كنت بدي اكذب. غني اغنيه باللغه الفرنسيه تذكرك بلبنان. كنت افضل اغنيه باللبناني. باللبناني تذكرك بفرنسا. عربيه ما بعرف. بالعربيه يا بالعربيه. لما كيت با لما كيت با اهواك وابنى لو انساك انسى روحي وياك لو انضاعت تبقى فداك لو تنساني. حلو. دوني بيتون بدي اشكرك كثير لانك خصيتنا بهذا اللقاء قبل مغادرتك لبنان. اللبنانيين حبوك كثير، يمكن اليوم لهم العزاء انك راجع صحيح بصفه اخرى لكن راجع على لبنان. وتحت الهواء قلت لي بحب ارجع كسائح وعلى القليل بكون بدون كل هيدا الحرس بقى. بدون الجيش المرافق لي. بدون الجيش المرافق لي. نحن بنحييهم، هن موجودين برا بالكواليس وما بعرف اذا فينا ناخذهم على الكاميرا. شكرا لوجودهم معنا. كلمه بس اخيره بتحب تقولها للبنانيين من خلال حديث البلد. وجدت في لبنان نوع من العائله. انا اتفخر جدا بانه اصبحت عرب طفلة لبنانية عمرها الاس او اس 8 اشهر فقط. واسمها ميسا، اسم جميل جدا. وهكذا عندي صلة عائلية مع عائلة لبنانية واتفخر من هذا. واكيد هم فخورين يعني بان تكون انت معيل هذه الطفله. على امل اللقاء القريب. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا.